بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى وقت قيل اللهم دكا ليراه واصفك لو إله الناس المامي لا تفسدوا في الأرض والأرض إلهيها فساد منا بالنفاق والكفر منافق نمائي وكفر والتعويق عن الحق حق إنا دكا كسي جيلسان وكل حسان أرض إلهي سلاها كفر فساد منا سهد اللي راه اللوانيو اللي يسكد له إن لوانيو قالوا حيليهن إنما إن كلمهن نحن أنقو أمبا مصلحوا كل وحاجاتنا أيوة بعد نجوا إن وحسابنا يسكد عليه إن جاب مصلحين أو حاجات وضدي ذكر لوها نور لها إن جاب قصة عنا إن جاب وحاجاتنا إن سلا في ليهن كان نمرك وحوي وسوء الصروف سفكر الله قلت المامي يعني نقل حم يعني شحمه ومركز أن داورها معايا لي قفك منافقة صفات كيسة حقنا وكجيرا مقر عيه هدو سنقرين مركز ذلك لما تربيين كره وذلك وناكتن حتى لما تربيين كره لأنه هدو قفك اللي إلى أرضها في السادين واستحر أرضها نيها في السادين بل هل إن السيحي هدو ليلة ولا داوين كره لكن صفات كيسة مبادة هدو إنكرسيني هذا قفك هدو تلمعوا حول إنكرسيني داو ملحا ويقول لي عنيها أصلا قالوا حيليهن إنما إنكرنا نحن إنك أمبا مصلحون كل حاجاتنا وإنك مركوا سوء السلوك يعني وضحوا عيقادين وأن داو رحيم الله كجواب سبحانه وتعالى وحير الله إنهم أيجا هم أيجا أمبا المفسدون يعني ضمير كان بحدة للسوق لي خبر كي اسم إن أنت ودي حيث للسوق لي هم ضمير الفصل وحفا إيدينا حسري يعني الإستاذ محصور في المنافقين إستاذ كوكو بي أيضا أمبو بكوكو بي ولك لو حسادس مبجرة أو كليك بيان ألا إنهم أيضا هم أيضا أمبا المفسدون وحسادية ولكن لا يشعرون لكن مدر إنسان مرك إلهي سبحانه وتعالى كفر وحكوت المامي النفاق معاصرة إليهين إستاذ أرضوه وحكو إصلاح كبتال إيمان كي عمل كصالحة وحا أرضها فسادنا ينا ومعاصدة هي كفرها معاصدة هي كفر إلهي وحكوت المامي فساد سفك لها الدنا وحا الوت المامي إلهي صنع عقل لهين وإذا وقت يقيل اللهم ليراه آمنوا الرمية كما سلي آمن الناس سلى الضدك أيوه ميان حقا وإلهي رسولك سأيوه ميان ضدك وراكتن صدك ولكبيرا قالوا حيراهان أن أؤمنوا من الرمين إنا كما سلي آمن السفهاء dadka dabaalada ah oo aqliga fudud siday wax u rumeyeen oo kale miyaan u rumeyneyna yaani kama aamana sufaha kama da tashbiha waxa uu leeyahay yaani al iman alladhi yuwafiqu dhahira wal batin iman ki waafaqta sufaha waxa ka wadan dadka muuminiinta ah dadka muuminiinta waxay ku tilmaamayaan wa qalbu al haqaiq waxa isticmaalayaan qalbu al haqaiq haqaiqiyo tahay dadka dinada مرك قلب الحقائق مسجدة إذا وحدا ليس في قلوبه مرض قفك هذا الجريق قلبه وكجف يهي حقائق إذا ما وحو أركا سخلا ده فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا منكر كي قفك وحو أركي وح معروفة معروف كينا وحو أركي منكر مرك وحكود عي قلب الحقائق وحيليهم أن أؤمنوا من رمينا إلا كما سلي آمن السفهاء ذاتك السفهاء يدبع الله سلي أرميان أو إيمان كي يعني وافقتنا ظاهرا وباطنا الإيمان الذي يوافق ظاهرا وباطنا إيمان في ظاهر كي باطن كوافق المساس وكاد نجرب كان إلى أن نرمينه مركا كما آمن السفهاء مركا لليه بهذه السداء أي راهان وضبك المؤمنين تها السفهاء كنت المامان لمنكم السوكوي إسقرين جريماها سوف ضيحوا بما ين محيو ليه كما آمن السفهاء المؤمنين تها السفهاء كنت المامان وحل لليه ضب قاره الشيء جديرين وصرت يكون قرصرايان المؤمنين تسعى ما يقولون الشيء كثير محاذا سعى ما هذه هذا الخلود هي الهيان ومؤمنين تسعى كثير المام الهيان شبك رضي هذا ما يكشف من الله ملك العلماء المفكرين توحي ليهن ذات قارة أي هذا الخلود الشيء كثيرين كما آمن السفهاء قوة هو السفهاء وملك الوحي الرجل قلت له هل بنا عوض الضعه وعقل الدره يقانا نيو هل بنا عوض الضعه ولا بوجه أسهل
والسفاه إليه قف على الرباء إليه المقال إنه النقضاء كان وجب إليه ماذا كان وجب إليه ماذا ساسي سيقر قرار سعلا الدولي مهانه كواس دنعي أبدع يانو ظاهرا وباطنا إسديبين أنه كواس وكان لمن مهن داد إسديبا من نينينو كواس نوجيا كنص علينا كواس نوجيا كنص علينا فالك وحوية وقلب الحقائق حقائق يدب قدومي ما دام قلبه أي كحن ونصيهين وسيلة مركز يعني ضدك منافق وحاجر سيلة نفاق وحلوق هي نفاق اعتقادي هي نفاق عملي مرك النفاق هذا اعتقادي يكون وكل عي وقلبي قال لما وكم هيستا لكن هذا واحد من زمن كان النفاق عملي يعني حاجة بغن في مرافقين في إن لغة كاري ووحي الله هذا اللي بوجير النبضاء بس في مجتمع بالشري هذه وصوا بلط هذه وصوا بلطي يعني قفت محوية مرة بس الشراحة إنه كنا ولا هذا وسيلة كون مرافقين في إليهم بلع حد الله دعوه وعقل الدر إليهم ما هذا ذكي يعني وحي كليهن هذي خنتي قفك وشيغو هل وجيء وكنا ولا هذا هذا سياسي مثل الولي سياسي مثل والمجالة السهمه وحوية هل درع حود علم من كان نسيء ولا هذا من كان نسيء ولا الشيكيته في دور ميلاد هذا قلقشه دور حفيظ دور حفيظ وحلقي الله مركا لو قول مركا اتكتبه جيدو سياسي هاني تقول عسل لو حفيظ بينه اتقل كانوا اتكغرنا كانوا اتكغرنا والمركة تلاقي روحا محارو قلنا روحا منافق نمو وياه وهذا هو البادية تسير نلاش إلا نشعة كده كده وسيلة كون هذا إليه نقل كون واحد إليه هذا واحد إليه هل دين على مدع إليه إذن كات وشفه وإسديد ظاهره باب بنا للمؤمنين نقل لكن أنا اسم الله ابن سلا سكريه قالوا واحد أن منهم الرمينا كما سدي آمن السفهاء السفهاء بسلي الرمينا طبعا الله يكون عقل يفرض إلهي سبحانه وتعالى وحير ألا هوي إنهم أيغا هم أيغا أنبا أشفها منك اللبنه وجه كل شقي سنايا كاسوي متك عقل درد فيها وضعيف الشخصية ومركا سوحا وهيستو أن ضدكي أقيح كرن ونوع الدين كرن وضعيف ولكن لا يعلمون لكن ما أقول إن الشفهيهين وحيه ضد إستوصا ويغو ضدك وعقل قبلا أيوه هيستان فاسمرك إلهي وكتل الماء ألا إنهم هم السفهاء وكلمان كلاوا هذا المنافقين في إلهي وكتل الماء سفهاء دبالين عقل الدفو مرك وراء إلهي وكتل الماء الكذب والخداع سمى إلهي وكتل الماء السفهاء عقل الحمر وإذا لقوا الذين كوي مرك أي لقوا المهن وكلمان كلاوا إلهي وكتل الماء وإذا لقوا الذين كوي مرك أي لقوا المهن آمنوا إلهي وكمي قالوا إليهم آمنا وان خمين انت اذنكم عبد الرميسين وإلهي رسولك اذن انت آخراء وان خمين وإذا خلوا مركي قولين وقضان إلى شياطينهم شياطين كولو حالو لجدا يعني رؤسائهم كيوا ويناي كشدا القادين جرين وواي كتلا القادين جرين وشياطين كولو ايقه قامين جرين مركي ميل عدلا اسكو هلانا قالوا حيليهن إنا أنه معكم نعينا وهانا إذن كان إذن لجرنا إنما إن كلمها نحن أنه مستهجئون هو جيس بيساء يعني هم فكان مؤمنين تمركان شرع به إني آمنا بالله وباليوم الآخر ضلل إنك هيدا حوضاء ونيان لذين دين إيو غنيمة مركة اجتماعه وقال لما ركتا وحلقته وغنيمته بنا حوالها إن لك سيئة وكلا إيو إنا ماشي ما ركتا حافظها إن لك إرين وحافظها إن لد قانو إيو قبله لنا أن الود ديدنا وقف مسلم أن الله أقوى صلى الله عليه قبلها أنك جوشتنا إيه خاصة رمنا بقى الأدية نكوية سماء غنيمة أفنى لرواد المسلمين وحلقة فيه مركي أنه جاسياسا كل جوبنا ذاتك أصلا أنك جاسياسينا أي ليه قالوا حيليهن إنا أنه معكم إينا نهي إنما إن كلمة إن نحن أنه مستهزئون كل جاسياسا يعني هين مكان كوا سلا كدهيني إلهي وحبو جواب سبحانه وتعالى الله إلهي يستهزئ بهم أيجنا كوجس يسايا سيدا ضدك مؤمنين تا يوجس يسايا مرك استهزاء إله كوجس يسايا إلي هاي الاستهزاء ليس على حقيقته يعني حقيقتي سيدا المجد وحن لجد يجازيهم على فعلهم القبيح فعل كودة فاشق من إله كعضاء المرين دونه يعني أعنا ما لكن الله يستهزئ بهم حال وعبري بنع إله الجسد وحال إلى مشاكاة ونوع بلاغة كاملة ما دام إري مناسب على الصوشي إنما نحن مستهزئون أي سيئة وحال لقاء بري استهزاء الله يستهزئ بهم لقاء بري
مشاكلو ومكروا ومكر الله وكلو ومكروا يعني هرغردام يشرقول السمايان ومكر الله الى يتنا هرغردام كسمي يا هرغردام الله وحكم السمايه مشاكل اللي راه فعل كان ما دام وكهر مريا فعل اون ويد حق الفاظ يلا دين عليك ونوع من كمده قروح لهذا الهدف ولا غير كمده في الحديث فيها ان الله لا يمل حتى تمل الهي مد على الاله انك كداشان معناه ما امرك وداشان الهي داله قد عاي لما شيء مرك وحيار مشاكله ساعه جرى او اريو لو مناسبين اي اري كهريه لكن معنيه شو يهي معنى كدوان كان هره كان هره معنى كدوان سوتنايا الله إلهي يستهزئ بهم أيها الكتب الشيسائية ومرك إلهي سبحانه وتعالى سنة وجه السيسي ذلك محل وجه السيسي أنواع فرضا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيامها الوجه السيسي منافقين في مرك السراك يلغف على وضدك المؤمنين تعلادوا لي النور كودي او استيمايو او سراك يكو أردايان ايو حيليهم وحير نوسو النور كو احنا يحسي مؤمنين تي قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النورا وحلليه قلال الله حقا لقصوا قاتها النور قلال من النور اي كيري هذه سراك ماشي كتو تقال ايو الله تان نور لقه لمن وجسيتك الهي اوشاقي الله يستهدي بها فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ما أنت قيامها مركي لجارة وضدك المؤمنين تأجارة وفقص الله كل جسيسة مفسرين توحي ليهن شهنما انت مركي قال ما أمها قال انت لقصة وصار وضدك قال دعا والبابة جنب الله بلقه مركي أركان نعمة ماشي يا الله ويسليهن قال أي البابة اللي سكبه في جنب اللي قحرنا مركي في عذابك متكحن مركي كل أركان الله بدنسين مركي الله يستهزئ بهم وحيالاتي لكل ما يم إهانة مدام إلهي يا رسول في سيد مؤمنين تأكل جسيرة جرين سلاسة لو جسيرة وحللية هاي نور كان سراس كحق على يسوقاتها قلال الله تللي حق على يسوقاتها مركوا جسيرة الله إلهي يستهزئ بهم أيقنا كل جسيرة الدعاء ويمدهم إلهي وإزياريا وكرديا في أعمارهم عمر وودا عمر حتى والله دارين إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إلهي آياتك لو حكولا يا هجالة ونسوين حرقا ودارينينا شدا بأيوكر السلام مرت عمري وضو الله في دارين حديث حاجر التلمامي ونبينا عليه الصلاة والسلام ويري إذا رأيت الله يعدي العبد ما يحبه على معاصيه هدي هذا رسيد إلهي أدونك إنه السينة وحا أجعليها عاصماتك هنطلع عرورك وحظه السفينة فسوى هذا أدوان في إلهي عاسناي فإنما هو ذلك استدراج كاسوا السبانسب يسرسرد أدوان في الله سرسرعي سيلا خبر إنه سداس وخاتم كما تدعس إنه خاتم أيال الدوني وإذا متى تتالهان ذلك مركي هذا أي بارك انجير كاللي رأى أن الدولي يرهبان إنه ضمين أدقان أما أي مارك تاي سيد قادمة أدقان صدقة وحنا عن الله وداريا بصل إيه هيرز قواني الله وداريا marka hadafku wuxuu yahay inuu ku mashquulo macantaas isagu wuxuu isleeyahay waa lagu karaamay yooniga maasha ku jira xuleeyay dadka waa ku diri jireen waa ku karaamayeen boqol soo galiyeen waxaanay ku daadiyeen marka dadka ahlul macaasida waa sidaas oo kale marka ilaahay caasiyan caafimaad marku siiyo maal siiyo waxay aaminayaan islayhiin oo maxaa lagu dhahay waa nin xun ah waxaan caafimaadkana ilaahay ku siin lahaa arurtana ku dhaldhalanahay maalin walba sanad walba wiila ku dhalanahay midka ku xiga gabar ku dhalanahay waxaana barwaaqad isku haysataa maxay dadku kaaga dheeriyayeen adiga nin xun ah dadankaas marka waa jira waxa weeye waa istidraaj ayaa noocaas oo kale istidraaj dalira waa dooliga oo shabaqa loo dhigay oo kale macnaheedu waa lagu karaamay isleeyahay laakiin maxaa la rabaa isagoo wixii cunahayo oo ismoogin qorta lagu dhigo horta in lagu dhufto ayaa la rabaa oo halaagi ugu dambeeya lagu dhufto kuwana waa sidaas oo kale waxa weeye wayamuduhum ilaahay waa u kordhin cumrigooda yacni waa la daajina sidii dooligaas oo kale horkii qoorta lagu dhufto unbay la kulmayaan cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala way ka qoomamaynayaan waxyaalaha ay samayn jireen wayamuduhum fii acmaarihim cumriyaalkoodu ilaahay u kordhiyaa
يعمهون في ضغيانهم يعمهون يعمهون حالين كوكو جهوريرتن في ضغيانهم قوقود في ضغيانهم حين كتعلوجين يعمهون في ضغيانهم قوقود يعمهون حال جهوريرتين قوقات يستغسع لك إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وأكادين الناس الدنبي أيكر الصلاة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مركي وحي لغوان أيها المامين وحن أكبر نوير إلهي البابدي الدنيا نبلغنا مركي مرارك غار وحاج جاء إلهي سبحانه وتعالى قفكم معاصلة يسوى السمين أي البابد الله بلغ أيها الدنيا وإستدراج إن الله سرسل الله وقفتها استدراج أولئك كوا الذين واقوي اشتروا الضلالة بعد سوء الشري بالهدى هنوك أي بارك سوء الشري إلهي سبحانه وتعالى تلمامه أكبك وحاكم إلى ضدك إن أي هنوك اسكقبين بعدنا أي سوء الشري بعدنا أي سوء الشري يعني وشفاهده ذي كمتا عقل حمده عقل حمده يعني وحونا أكتن وقالقا أي الله سوء الشري marka wax soo iibsanayso laakiin iyagu waxay soo iibsadeen dalal suuqa dadka iyo kala laga dhigay suuqa intii tagayno kala waxa laga dhigay inay baadi soo iibsadeen hanuunkii ay jiraan ma rabno marka su'aalaha meeshan ka iman karta waa oo awl miyey hanuun sanayeen hanuunka ay leeyeen yani waa ka gabnay waxa la leeyahay awl ma hanuun sanayeen nimankani laakiin hanuunkii iyagoo gacanta ugu jiro kale la mid ah maadaama quraanka uu ku soo degayo oo nabigu uu dhex fadhiyo sallallahu alayhi wasallam oo khayr iyo dan aktooda uu ka muuqdo ayuu gacanta ku hayso kala laga dhigay oo iska nacay suuq iska geeyay baadi soo iibsaday ulaayka kuwaasi alladina waa kuwii ishtaraw dalaalata baadida soo iibsaday bihuda hanuun intay iska gadeen oo hanuunka baadida kusoo iibsaday marka dadkaas ma ribxeen wey marka famaa rabixat tijaaratuhum ganacsigoodii ma ribxin dadkaas wadujeedaaba yani ma ribxin qofku wuxuu ribxi karaa inuu maaragtay wax wanaagsan uu marka horeba soo iibsado laakiin waxuna ay ku khasaarayaan soo iibsadeen wamaa kaanuu ma ahaanin muhtadiina kuwa hanuunay fii tijaaratihim ganacsigooda dadku hanuunay maaho ganacsigoodii xataa maysan fahmino si kale u garacsadeen masaluhum kamathali aladi istawqada naara falama adaat maa xawlahu dahaba allahu binuurihim watarakahum fii dulumaatin laa yubsiruun ilaahay tilmaamu ka bixiyey tilmaan ayuu ka bixiyey subxaanahu watacaala maxaa yeelay waxyaalaha macnawiyaadka wax la arki karo ayaa dadka loogu misaariyaa si aad loo fahmo masaluhum dadkan tilmaantoodu kamathali ladii qofkii oo kale tilmaantiisii uu istawqada shitay naaran dab shitay qof dab shitay oo kale wey nimankan munaafiqiinta falamaa adaa'at naartu markay iftiimisay maa iladii fii xawlahu xawla almustawqid qofkii dabka shitay dhinaciisa wixii ahaa markii dabku u iftiimiyey oo nuurkii uu arkay dahaba allahu binuurihim nuurkoodiiyaa ilaahay kala tegay wa tarakahum ilaahay wuxuu uga dhex tegay si dulumaatin mugdiyo dhexdood laa yubsiruuna xaalaysan waxba kala arkay dadkaas tilmaamahoodu waa sidaas oo kale dadkan waxaa miisaan looga dhigay nin dab shitay oo meel mugdiya isagoo joogay dab shitay dabkii markii xoogaa uu wax kala arkay oo godadkii iyo bahalladii iyo meelihii uu kala arkay wax yar markuu u shidnaa waa laga damiyey haddana qofkaas wuxuu dareemayay jahwareer aada u foolxun iyo murugo ayaa u imaanaysa leanna markii hore waxaa fiicnayd inaan iftiinka la qashin qofku marka hore haddiiba iftiin uusan arkin oo mugdiga yacni intibaac uu ka qaadiyo oo dabeecad uu ka dhiganaa mugdiga oo waa layskala qabsanaa laakiin waxbaa loo shiday haddana waa laga qaatay ninkaas waxaa ku imanaya qoomamo iyo jahwareer xun nimankaas ninkaasoo kale lamid yihiin aa la leeyahayo yacni waxaa laga dhigay iftiinkii islaamkan ay carabka ka sheeganayaan waxay ku helayaan adduunyada inay ku badbaadaan oo iyagu wax ku iftiinsanayo kale dabkaas wax lagu iftiinsanayo adduunyada waa ku nafcinayaan oo haniima la siin gabdhihii muslimiinta dhinacooda ka guursanayaan waxay samaynaa seeftii uga ammaan helayaan oo la baabi'in maayo la layn maayo oo dad muslimiin ah oo kale ayaa loo ixtiraami markii sidaas adduunyada nuurkaas uu ugu shidnaa oo adduunyada ay ku nabad galeen islaamnimadii ay afka ka sheeganayeen laysaga badbaadiyey aakhiro markii ay qabriga galaan waa laga damiyey wixii yaray xataa aakhiro markii ta waa laga damiyey qabrigii waa mugdi siraadkii waa mugdi wax nabadgelya heli maayaan ilaa cadho ilaahiyo mugdi inay la kulmaan mooyeen marka taasaa tilmaam looga dhigay
مثلهم شلمانتو لك مثلي الذي قفي أو كروي استوقد النار دبشتي فلما أضاق نار تمكيو استيم السماء الذي في حوله ديعي تعالى ذهب الله بنورهم نور كول إله اللتك وتركهم إله وقتك في ظلمات المقدية دحدود قبره المقدية سراتك المقدية لا يفترون حالي سمحبك العركين حم هو الدقاء الأول عن سماع الحق حتى إنه دقيستان بعد الكون بعد دقهود أفرية بعد الكون أي دقهود أفرية هي حتى دقهود أمفرة بكم هو هذا الأقوى وحيك هذا الأيهين كلمة حقا كما هذا الأيا كلمة حقا كما هذا الأيا عمي هو إن دلأو وحقي ما أركيان ومجيدا حقي ولكن فهم يقول لا يرجعون عن ضلالتهم فهذه هو كما صلى الله عليه إلى الهدى بنا عهنونك أصلى الله عليه مايا إنه كسر سعودان مويه مركا ضدكا وضد إلهي وخفوت المامي يعني صفاتك وضد إن دلاء وكره وكأف حقي كهر الله وكهر لينين إن دلاء وضد حقي بأن أصلى الله عليه مايا إنه بادي دوري إنه كسر سعودان مويه لكن الدون كبرك اللي جوابه مركات إيش إن دكتريان أو إلهي إن دجستان أو إلهي مقلان سلوين في شيء حتى إن دجستان إيش كإن دكتري أما آخر مرك اللي تجوه وحين قرأ يدك كوا أبو مقل كبران هذا لا إلهي يملائك مرك اللي قبورها كسر بحال ليه ومشى إلهي ولي أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وحمقل أوجا أو إن دبضنا أو دج بضنا ما لنت إنه إيمان أيام ما لنت قبري كسر بحال ليه sidig digahay oo naayigu urdayo xisoo aadayaan malaa'ikada dadka u yeeray markii maalintaas wuxuu leeyahay ilaahay in dabadaha oo dhiga badana asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana maalintii noo imaanayaan in dabadaha oo dhiga badana laakiin maanta waxa weeye xaqii ma dhigaysanayo aw ka sayrin min as-samaa'i fihi dhulumaatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi aadanihim min as-sawa'iq hadar al-maut والله محيط للكافرين هو مثل مثلهم كلمان تودو كسيد ورب شب ما يأكله من السماء سمد كشب ما يأكله سمد محلو جدا بمعنى السحاب لأن المطر ينزل من السحاب رب حكشو دقاء ضرورة هو مثل كسيد رب شب ما يأكله كأصحاب سيد رب شب ما يأكله أصحاب كذي لم يجين ما كان أصحاب رب كذا أي أو كذي لم يجين رب كاسو من السماء السماء حق ذكاء هذه رب كاسو فيه الصيف رب كبحدي ظلمات مجدية يكسرنهم ورعد جوع يكسرنها أما أنقض يكسرنها وبرق هلاع يكسرنها رب كوح كجرا مجدية هي أنقض هي هلاع يجعلون وحيين أيان أصابعهم فرهودة في آذانهم بجهودة أي فرهيين أيان الجمين أيان من الصواعق لأجل الصواعق هنقرر دعا يهوبك وحياله وتطبيق إيا هنقرت دعا إلى كريئة بجهي فرحة قشنها حجر الموت لأجل حجر الموت جيريك الدكتورة شريدة دشتر وحيكبق أيان هنقرت نروفك على كل مكتام والله إلهي محيد ومدهر إليه بالكافرين قالوا هريرياه كما فكن كرانه وقت الدونه أي إلهي وعلامي فسأل الله بعض إلهي كبير سبحانه وتعالى مركي هروح الوسو فسأله روح دبشتي وحير مركو استيمينا عمر جيت انت كدما مقدئي جهورات كودا ما يستي ثلاثة وحي لم يتعي وفكي إسلام مدى المناسقين توحير يكون إليان وغني مدات إير لكن مركي الدنتان وحي يكون لكل مايان مقدئي علام فصار الله بعدنا وحده يهاي نقول كانوا علم جهين ضد أصحابه الرب كدهاي رب كي والرب في المعنى خطر وثا مقديه وثا مقديه مقديه راسو حيدللو تاي حل هبين إنو دائي روكاس حيدللو تاي مقديه وثا مقديه راسو حوية والرب كمقديسي ضروريه مقدي وثا هبين كي مقديسي انتها سو مقديه إشتارا وحكا الرب كجرة رعدنا وثا فعديات فالمدى المفسرين توحيد بلينهين وصوت الملك الذي يسوق السحاب ضرورة يعني الرغم مثل اتكوكين كينا ايه او سوسوع العلينا ايه ملك قاس عدكي سيوي الرعد رعد ولذلك احد السلف وحيده جرين اللهم هذا صوت رحمتك فكيف صوت عذابك ملك يقوق عن مغلاك
إله رحمت هذه عدكيدي أصلاً أغنى حيناه النار تجهنم عدكيدي عذابك وصنو قندونا عذابك عدكي سخيرا لأنه مركي رحمت هذا روك رحمت هذا مركي وشنقره وقوعاس ويرو قفكوا عنه مركي رحمت هذه عدكيدي أصلاً أغنى حيناه النار تجهنم عدكيدي وصنو قندونا يديه كلا رعدي أخسوغان وبرقن برقن وكسوغان يا هاي هلاع هلاع نوو وصا دكاسي لمديهن دكاسي marka dadkaas roobka tilmaamahaas la ku dhex jira waa dad jahwareersan jahwareerkoodu waxa kamid ah cabsida haysta iyo jacaylaha saabiican farahooda iyo xiyiilayaan si aadan dhigood faray dhigaan ka soo min sawaaq la ilaa sawaaq han qarada dhacay ugu yana biriqdu waxay leedahay jug weyn ay leedahay cod weyn waa leedahay yaani waxay leedahay istiin walac dhahay ay leedahay qofka marka waa baqiyo dhigihi ayuu qabsaday shanqarta dhacay ugu hadar almawt la ilaa hadar almawt marka xagee wasiishada wuxuu yahay quraanka iyo waxa lagu shabahay degayay oo munaafiqiintu ay maqlayeen waxa loo ekeysiyo roob leena roobka munaafacaadkiisu aad u badan yahay barakaadkiisu aad u badan yahay quraankuna munaafacaadkiisu aad u badan yahay roobku waa raxmad quraankuna waa raxmad marka roobka waxa lagu shabahay roob daaya waxaan leeyahay quraanka iyo waxa lagu shabahay roob daaya oo kale ka tayibna salaam mugdiyada ku dhex jirana roobkaas waxaan ula jeedaa qur-aanka waxyaalaha uu ka sheekaynaayo oo sifaatu lmunaafiqiin waalkufaar aa mugdiyada loola jeedaa mugdiga roobkii oo qur-aanka laga wado waxaa ku dhex jira mugdiyo mugdiyadaas qur-aanka ku jira waxaa loola jeedaa sifaatu lmunaafiqiin waalkufaar tilmaamihii munaafiqiinta iyo kufaar ayaa loola jeedaa racdigana waxaa loola jeedaa aayaatu lwaciid aayadaha lagu hanjabayo munaafiqiinta oo laleeyay haddaadnaan ka joogta si idinku dhici doonta cadaabka idinku dhici doona dacalada idinku dhici doonta hanjabaadaasna racdi guwac oo kalaa laga dhigay barqigana waxa weeye biriqdaas oo ku dhacaysana waxaa loola jeedaa waa darfu shubuhaat ama xujaj allatii tadxadu shubahaatihim waa xujooyinka shubahaatkooda iyo beentooda kashifaysa oo ceebtooda bannaanka soo dhigaysa sida aayadihii hadda aanu soo qaadanay waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu innamaa naxnu muslixuun alaa innahum hum lmufsiduun iyagaas mufsidiinaha mi ceebtoodiiyo banaanka soo dhigay taasina marka waxay tilmaan u tahay barqiga barqigaas ay ka baqayaan markaas waa ceebahoodii oo banaanka lasoo dhigay marka sidaas awgeed nimankan maadaama qur-aankii lagu shabahay roob da-aya mugdiyadana loo ekeysiyey sifaatkii tilmaamihii munaafiqiinta iyo kufaarta racdigana loo ekeysiyey aayadihii hanjabaadda waa naxayaan marka aayadaha shanjabaadda way ka naxayaan sifaatkooda markii la sheego oo gaaladii munaafiqiintii tilmaamahooda waa naxayaan waxay ka dhigan tahay marka qof roob mugdiya haysto oo onkodkaas iyo biriqda iyo sawaaicda ka naxaya ay lamid yihiin xaalad adagay ku jiraan marka markay qur-aan maqlaanba musiiba usoo hoyanaysa musiiba usoo hoyanaysa oo waa masalka sayidinka asxaabi sayidin roob shubmaayo asxaabtooday lamid yihiin roobkaasoo min asamaai samada xaggeeda ka ahaaday roobkaasoo fiihi dulmaatin mugdiye ay ku dhex jiraan waracdun racdina uu ku dhex jiro onkod uu ku dhex jiro ama gubac uu ku dhex jiro waa aayadihii hanjabaadda wa barqun biriqna ay ku dhex jirto waa shubahaadkoodii waxyaalihii lagu fadeexaynaayey yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhigahooday dhex gelinaayaan min asawaaiq laajli sawaaiq hanqarada dhacaya hanqaradaas waxaa loola jeedaa yacni waciidka aayadaha hanjabaad markay maqlaan dhegahay farta gashanaya waa dhiba inay dhegaystaan yacni cadaabka iyo cadada ilaahay u diyaariyey waa nin roob ku jiro biriq dhegaha ka gashanaya oo kale marka yajcaluuna asaabicahum waxaa laga dhigay qofka markuu cabsadaamu isleeyahay wa shanqartaaha maqlin faraha xidhanka xidhinta ugu horeysa ayaa dhegaha la geliya laakiin nimanka waxaa laga dhigay cabsida iyo fulaynimada ay ka baqaayaan hanjabaadda qur-aanka uu sheegayo inay farihii dhammaay ay geliyeen dhegaha fartii dhammaa kulligeed ay geliyeen yajcaluuna asaabicahum ale farihii oo dhan inay geliyaan khatar ku yihiin cabsida yacni nimanka haysa awgeed xadar almowti liaji xadar mowt geeri ka digtoonaashadae dadka ay sidaa u yeelayaan wallahu ilaahay muxiidun waa alla hareereeya bilkaafiriina kaafiriinta ilaahay waa hareereeya kama fakan karaanna yakaadu wuxuu uga sigaa albarqu barqiga hilaacan ay ka baqayaan wuxuu sigaa yakhdafu absaarahum indhahooda inuu ka dafo indhahooda inuu ka dafo ayuuba sigaaba oo indha rido marka barqigaas yacni hilaacaas waxaa loola jeedaa
waa waxyaalahaas xujajka ah oo ciibahooda bannaanka lagu soo dhigayo. waxyaalahaas markii loo sheego ama ay arkaan, waxay ka dhigan tahay amay tiraahaan ama inba beeshaan, ma arki karaan waxaas oo kale. kullamaa mar kasta oo adaa'a barqigaasi lahum iyaga uu iftiimiyo, dariiqan dariiq uu iftiimiyo, mashow fiihi fi dariiq, dariiqaas uu iftiimiyey ay ku socanayaan. markii dariiqdaasi xoogaa iftiin ay hesho, xoogaa dhowr tilaabay hore u qaadaya. wa idaa adlama, barqigu markuu korkooda mugdi ku noqdo, calayhim korkooda uu mugdi ku noqdana, oo biriqdii meesha intay ka baxdo mugdi uu noqdana, taamu way joogsanayaan. waa niman jaa wareersan marka. yacni markaas waxaa loola jeedaa biriqdi markay uftiinto waa soconayaan. markii aayadaha loo gudbo qisaska caadiga ah, waciidkii waa dhammaaday, hanjabaaddii iyo fadaaxadoodii markay dhammaato oo la gaaro meelaha qisaska, xoogaa dhegaha faraha waa ka qaadaya. tartiib wey, waxay lagu noqonayaa nin biriqdii xoogaa inta daysay oo dhulkii xoogaa mugdigii inta xoogaa u iftiimay dhowr tilaabood qaadaya ee la midigay, dhegay faraha ka bixina waa dhegaysanaya. markaas dhib weyn markaa kuma hayo. wa idaa adlama calayhim qaamu, markuu mugdi ku noqdana waa istaagayan. waxaa loola jeedaa markay iyaga fadaaxadoodii iyo tafaaful munaafiqiin la akhyara waa naxaya, markaasay dhegihii meesha kusoo celinaya fari. marka waa niman saas qur-aankiiba saa ugu jahwareersan. walow shaa allahu, ilaahay hadduu doonayo, la dahaba wuxuu la tegi lahaa bisamcihim, maqalkooda, iyo waabsaarihim, indhahoodu ilaahay la tegi lahaa. bal kan hadda waxaa loola jeedaa tilmaamo uune indhaha xaqiiqadaha ilaahay tiri lahaa hadduu ilaahay doono. indhahan caadigahu ilaahay ka tiri lahaa, dhegaha caadigahu ilaahay ka tiri lahaa, sida xaqiiba ay isaga dhigatireen indhaha iyo si macnawiya ay xaqii ay isaga dhigatireen, xaqiina ay isaga indhatireen, kulli si xaqiiqahu dhegaha iyo indhahaba ilaahay u qaadan karaa. maxaa yeelay ina allaha calaa kulli shayin, ilaahay wax walba qadiirun, awood ayuu u leeyay allah subxaanahu wa tacaala.